أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما رأيكم في تفسير الشيخ عبد الرحمن الدوسري، وهل تنصحون بقراءته المسمى بصفوة الآثار والمفاهيم؟ نعم، تفسير الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله طيب، ولكن أغلبه مأخوذ من تفسير المنار. قد يكون فيه بعض الأخطاء، لأن أخطاء المنار جاءت فيه لكنها قليلة، كان يتحرز رحمه الله، لكن تفوت عليه بعض الأمور، فتفسيره في الجملة طيب ومفيد. نعم.